كيف الرائد حين هذا الأمر ما كنا خيب عليه رجانا الكل نتضوم قالوا المشركين هذا الغلام محن مهما نحكي قول يسمع كلامنا القنا كيف الراي دحين هذا الأمر ما كنا وخيبة رجانا أريتنا كان ما كنا شاوروا ليه بجهل قالوا له نحن بطلنا ومن كافة عباد تصنعنا اتعطلنا الأمر أمركم تمموا لا يكشفوا باطنا ولم أولاد غريش النخل من وطننا إبليس قال لهم يا قوم يا قوم مرق راجلنا وبقبض التراب إبليس قال لهم يا قوم مرق راجلنا سوى أسحار بقبض التراب خجلنا بقبض التراب خجلنا أمركم تمموا هيجنا الخصام ولومنا ما عجلنا وسكان مكة قالوا تعبنا وتجلجلنا اتلموا الجميع قالوا الأمر لومنا وخيب عليه دقونا الكل نتبومنا أمركم تمموا لا يكشفوا باطنا لموا لا دوريش النخل من وطننا قال لهم سراقا الغار نحن وصلنا وفتشناه زين شي فيه ما حصلنا الراي أرجعوا في بيوتنا ناخذ صنا خبر كان بعيد وكان قريب يصنا اخبار الدخول في الغار سار لعقلنا وبخبر اليقين عن الثغات نقلنا حرفتنا المديح أياه باقي شغلنا قول السقاط أهل السجائل قلنا النبي توجه مدينته الفيها جات المنا خبر القبائل كلهن علمنا لاقوه السعاد قالوا له بك آمنا يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا بك طبنا وطاب زمنا يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا آيات الرسول الحب زين
لكن داخل في الفؤاد من الطفال ساكن. الصيد النفور يرتع قريب يدنا، يشكيل البعير يبكي ويرد فالحنا. الصلاة والسلام عد النبات للحنا، الصلاة والسلام ترضي الرسول مخزنا. الآل والجميع أصحابه الأحي السنة، أو يلقى ببشري عجواره بطن الجنة. ببشري عجواره بطن الجنة، أو نلقى بالجميع جواره بطن الجنة. محمد بارك الله فيك، شكرا شكرا جزيلا شيخ ودكتور الأمين الجاك. ويعني قصيدة فيها سرد يعني بديع لأحداث الهجرة. ومعاك يا دكتور صلاح الدين، دايرين كمان نجي في يعني أول خطوة، متين اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قرار الهجرة؟ والمعروف أنه مروا بعدد كبير جدا من التحديات والصعوبات، يعني كانت يعني امتحان لكل من آمن بالرسالة الإسلامية في بدايتها. والسؤال الكمان الممكن يكون ضمني يعني ليه إذا المدينة هي أكثر تهيئة كمجتمع لاستقبال الرسالة الإسلامية، لماذا لم يعني يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وينتقل إلى مكة؟ يعني فممكن تكون في شنو رسالة الناس يفهموها من بداية الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المهاجرين حبيب رب العالمين وشفيع المذنبين وقائد القدر المحجلين. أولا التحية لقادم وتيم قناة الشروق شمس السودان التي لا تقيم. شكرا. والتهنئة للأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة، والصلاة والسلام على من أشرت به العوالم يوما أن حطت أقدامه المدينة المنورة أضاء فيها كل شيء، واستقبل بهذه الأهازيج والطبول والدفوف مع الفرح والسرور. وكما تفضلت وتفضل أهل المدينة، طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. وأتمنى من كل مشاهد ومشاهدة أن يتصوروا هذا الجمع الغفير الذي يخرج من بعد صلاة الفجر على رؤوس الجبال حتى تردهم حر الشمس، وهم ينتظرون مقدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندها يقول سيدنا أنس بن مالك: لما دخل النبي المدينة أضاء فيها كل شيء. الظرف الزماني والمكاني للهجرة ما بين مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والمسافة الزمنية قريب 500 كيلو، لكن الحدث أكبر مما نتصور. إنها دولة نقلة، أمة، تدابير بشرية، أخذ بالأسباب، خوارق للعادات. ولا بد من مقدمات مهمة لحدث الهجرة. قبل هذا السرد والمحطات التي استمعنا إليها من الأخ الفاضل الدكتور الأمين، وهي من روايع الشيخ والشريعة، من بيته صلى الله عليه وسلم إلى بيت الرفيق والوزير وإلى غار ثور، والجمادات كلها تنادي إلينا يا محمد. لم تكن هي دعوة للاستجابة، أن نستجيب الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وحق لنا أن نقول جزاك الله عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. المسافر الآن والزائر يعاني من قطع الفيافي، والحال أنه يركب القطار والمركب الفاري وكذلك المكيف، لكن على رؤوس الجبال مشى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل بسنية الوداع، وكان يحمله الصديق أحيانا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أبا بكر معي في الجنة. ولا بد من مدخل إلى الهجرة بالمهاجرين وكذلك الأنصار الذين هاجروا بأموالهم وأنفسهم إلى الحبشة، وفيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد من الناس. ولا بد أن نطاطع الرؤوس لكل من قدم نفسه لأجل هذا الدين السامي القالي
الذين عذبوا واستضعفوا ويمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأذن الله له أن يقاتل ولم يأذن الله له أن يهاجر، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه الرسالة وهذه الدعوة أتت إلينا تحفها المكاره والمشقة وكذلك الصعاب. ما يصيب المسلم من وصب ولا مصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذن، حتى الشوكة يشاكها وصبر عليها إلا كفر الله بها من خطاياه. الشعار اللي كان مرفوع اللي هو الصبر وكذلك تحمل الأذى، ولكن الأمر إذا ضاق فإنه يتسع. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهنا لا بد أن نجول بأفكارنا ونلتفت يمينا وشمالا، فهناك الحبشة وفيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد من الناس، وهناك غائد الرقب سيدنا جعفر الذي غدم المدينة واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة الهجرة وبيع النفس لله عز وجل، وعندها يقول بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بغدوم جعفر. وعندها حجل سيدنا جعفر بن أبي طالب. طبعا حجل دكتور عادل تأتي بمعنى رغصة، والدافع هنا للرغص وللتمايل يعني لذة الخطاب. السيرة النبوية نجدها مادة حركية وليست بجامدة. كل عام نتدارس حدث الهجرة في غناة الشروق وغيرها، ونجد الخطاب متنوع كذلك مختلف. شيء مهم لا بد أن يذكر به بين يدي الهجرة وهجرة الإمام الأعظم، أنها في هذا العام تجد إقبال بالذات من إعلامنا ومواقع التواصل والبرامج الآن والفترات المفتوحة. والحدث يستحق، لأن الأشياء تشرب بما نسبت إليه. فشرف الهجرة من هجرته صلى الله عليه وسلم حدث نذكره في خطوط عريضة ومتون تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى حاشية، ونأخذ الدروس والعبر. وفي مقدمتها أن التربص والدوائر والأمور التي تحاك ستظل موجودة ولم تجد لسنة الله تبديلا. وكان المدخل إلى هذه إلى تحرك النبي من مكة إلى المدينة اجتماع المشركين في دار الندوة لأجل القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسة غاشمة صورها القرآن الكريم. وكما اختلف الصحابة في تاريخ الهجرة وهذا الحدث من أين يبدأ، المشركين أيضا اختلفت آراؤهم في كيف يتم الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينزل الأمين جبريل على رسول الله ومن الذي يبيت على فراشه. نحتاج إلى الفدائية ونحتاج إلى النصرة، وهي دعوة إلى شبابنا، أسوة بالإمام سيدنا علي الذي باع نفسه وبات على فراش النبي ليلة الهجرة، وعندها افتخر كما جاء في معجم الإمام الطبراني وقال وغيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا موقنا في حفظ الله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. الحدث ربما كان محفوظ من بيته إلى المدينة المنورة، لكن الدروس والعبر القيم المكارم تتجدد كلما ذكرنا سيرته صلى الله عليه وسلم وهجرته. نعم سبحان الله، يعني في المرور على أحداث السيرة النبوية بتفاصيل نجد لسيدنا علي أكثر من موقف في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ومن صغر سنه ومنذ يعني قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، يعني كان أول من اقتنع وأول من بايع وأول من ساند، يعني شيء دائما يعني كان مختلف في تفاعل سيدنا علي بن أبي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا أبو بكر يقدم عليه في الفدائية بلسانه. نعم. هو نعم، يعني لما سئل سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه وكرم الله وجهه، وهذه العبارة لا غبار فيها، وهو من أغرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل من أشجع الناس ومن الفدائي الأول، فيقولون له أنت، فيقول لا،
الفدائي الأول هو سيدنا أبو بكر الصديق بشهادة الإمام سيدنا علي بن أبي طالب. نعم. ولا يرضى النبي أن يقدم أي إنسان على سيدنا أبي بكر. نعم. الرفيق والوزير وكذلك الضجيع. حيثما تناولت حديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر. نعم. وجئت أنا وأبو بكر وعمر. نعم. ورأى سيدنا أبو الدرداء يمشي أمامه فقال لو أتمشي أمام من هو أفضل منك في الدنيا والآخرة، فوالله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر، وهو الذي كان يمشي أمام النبي يمشي من خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن شماله، فيقول له النبي ما هذا يا أبا بكر؟ يقول أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون من خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن شمالك لألا تصاب بسوء يا سيدي يا رسول الله. سبحان الله. يرفع النبي يديه ويقول نعم. اللهم اجعل أبا بكر معي في الجنة. سبحان الله. حتى في موقف الهجرة يعني إذا كان سيدنا علي يعني فدى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينام في مضجعه في هذا يعني هذا الموقف بيحمل من الخطورة ما فيه، يعني كان رفيقه في هذه الرحلة الشاقة والخطرة أيضا أبو بكر الصديق رفيقه في دربه عليه الصلاة والسلام. يعني دايرين برضو نقف في نقطة كمان دكتور عادل، يعني امتحان صعب الواحد إذا أسقط هذه الأحداث على نفسه على واقعه، لأن إنك بين ليلة وضحاها يعني عشان عقيدة وقناعة ما أنت اعتنقتها يتغير حالك، تطلب منك إنك تترك دارك تترك أهلك ومالك وعملك وموقعك وصفتك الاجتماعية وتكون مهاجر بلغتنا أحيانا، يعني نقدر نقول عليها لاجئ بلغتنا الحالية، يعني في دار شخص آخر ومكان لشخص آخر. ماذا كان يتوفر في أنفس المهاجرين يعني ممكن يكون مفقود في واقعنا الحالي؟ يعني حقيقة الاختبار صعب والابتلاء عظيم، ولم يكن يعني مخاطبا به فقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطاب ممتد والابتلاء ممتد إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء ذكر هذا الابتلاء في القرآن الكريم، وجاء التنويه على يعني ضرورة أن يستحضر كل مؤمن معنى الابتلاء والاختبار، وكذلك معنى كيفية تجاوزه، وأن يقوم المسلم بواجبه تجاه دينه وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله عز وجل سيتكفل بكل شيء، وهو المتكفل سبحانه وتعالى بكل شيء. لذلك نقرأ في بيان أعظم مواقف الهجرة النبوية والتي جاء أيضا فيها ذكر الصديق على سبيل الإشارة والتنبيه بشرفه وفضله، يعني نقرأ ذلك في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والإشارة هنا واضحة لسيدنا أبو بكر الصديق. وإلا تنصروه، قال المفسرون هذا الخطاب هو للمؤمنين على عكس ما يتبادر للذهن يعني في بعض الأحيان أنه لغير المؤمنين، والخطاب للمؤمنين بدلالة قول الله عز وجل إذ أخرجه الذين كفروا، فإذا الكفار يعني كان هذا يعني فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا موقفهم كما تفضل في السرد المختصر الدكتور صلاح الخنجر، وذلك المؤتمر أو المؤامر التي حيكت للتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يعني جاء التنويه من الله عز وجل بضرورة أن يكون لكل مؤمن موقف في نصرة هذا الدين وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لذلك الهجرة النبوية تتجدد معانيها عاما بعد عام، ولماذا؟ لأن خطاب الهجرة والمطلوب من كل مؤمن أن يقوم به تجاه يعني هذا الحدث العظيم هو أمر مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك يعني كان لسيدنا أبو بكر الصديق يعني القدح المعلى
في وضرب المثل الأروع والأكبر في كيفية هذه يعني تقديم يعني هذه المعاني من التضحية ومن الفداء المغلفة بمحبة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواقف سيدنا أبو بكر الصديق تحديدا كثير من المواقف من بداية الهجرة إلى نهايتها. نتعلم كيف يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقدم هذا الحب حتى على النفس الإنسان التي بين جنبيه. ولذلك في نفس الصورة التي وردت فيها هذه الآية المنوهة بضرورة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الآية الأخرى التي فيها إيجاب صريح من الله سبحانه وتعالى بأن يقدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل المحبوبات الدنيوية. وهذا ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق وطبقه تطبيقا عمليا في أحداث الهجرة وامتحن فيه يعني. نعم. ولذلك يعني جاء قوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. العلماء المفسرون قالوا أن كل المحبوبات الدنيوية جمعت في هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ثم أمر بأن يكون حب الله ورسوله مقدم عليها جميعا، وإلا فليراجع كل إنسان يعني إيمانه إذا قدم يعني مسكنا مريحا أو مركبا مريحا أو مالا كثيرا أو متاعا من أمتعة الدنيا على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نجد أن سيدنا أبو بكر يعني قدم كل شيء بمحبة عظيمة ويعني تأكيد وتحقيق لهذه المعاني. فلذلك يعني كان هو المثل الأكبر في وهو القدوة بكيفية حب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون هذا الحب وكيف يترجم يعني ترجمة فعلا وعملا. نعم. يعني سبحان الله في معنى يعني أصيل ممكن نجيب فيه، يعني دائما في الحياة يطلب مننا يعني اعتناق والاعتقاد في عقائد محددة دون ربطها بالمحبة. أنا ما بتكلم عن الدين، ولكن نجد أنه لا يكتمل إيمان الشخص ما لم تكتمل المحبة تماما لله سبحانه وتعالى ولرسوله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معك دكتور الأمين الجاك، كمان عايزين نستمع لأنشودة نهديها من هنا لكل المشاهدين بمناسبة العام الهجري الجديد. أراك تقودك الأهواء وقد حار قلبك في هداك وخاب نصحا وتركب في الخطايا كل درب وتضرب عن ضروب الذكر صفحا وتعرض عن إلهك كل يوم فيبدل ذلك الإعراض صفحا وتعلم أن من يعش نقيض ومن يعرض بضنك العيش أضحى إلى ما السير في الظلماء إلى ما وشمس الحق تهدي الكل ضحى فإن تريد الزمان يريك عزا ويبدل ذلك الخسران ربحا فيمم شطر طيبة ثم قوم مآثرهم تفوق العطر نفحا يمم شطر طيبة تلقى قوما مآثرهم تفوق العطر نفحا وولي الوجه حيث تكون فرضا محا من وجهها هذا الدهر قبحا
وذلك خير من ركب المطايا وفاغ الخلق أعجاما وفصحا أتى والدين أطمارا تعرى فرتقى فتقه نصحا ونصحا بصحب أثخن الأعداء طعنا وتسديدا وتقطيعا ونضحا تراهم فوق أفراس إذا ما توارد في مثار النقع صبحا فأضحى لا ترى إلا بريقا وتسمع ثم صلصلة وضبحا فتنكشف الوغى والقوض صرعا فلم يبقى سوى أسرى وجرحا فجاءوا بالحنيفة خير دين وسادت ملة غراء سمحا فلا لا والله لم يخلق كطه نبي في الأنام إليه يوحى لا والله والله لم يخلق كطه نبي في الأنام إليه يوحى نبي ما رآه الغيث إلا وكلف منه مهما سح شحا وكم للمصطفى من معجزات أما القرآن أعجز كل فصحى ألم يشبع بأقراص جياعا وأروت راحتاه الجيش نضحا وأحيا آل جابر بعد شات فعادوا بعد ذاك الحزن فرحا وجادت شات عاتكة فجاءت بوصف فاق إطراء ومدحا وقالت مر بي رجل وسيم غسيم في الوضاة فاق صبحا بوجه إن رآه البدر ليلا ولم يتوار مستحيا سيمحى بطلعته كأن الشمس تجري ولكن فاقها هديا ونصحا له غد فلم يجنأه طول ولا قصر تخال القد رمحا مهابا النبي مهابا حين يصمت في وقار ويعلوه البهاء صحلا أبحا بأعذب منطق فصل كعقد تحدرا ليس هذرا فهو موحى غصن بين غصنين استقاما وأنظرهم
وأعلى الناس رجحا وأبهاهم إذا جاء من بعيد وأحسنهم إذا بالقرب أضحى له رفقاء النبي له رفقاء يبتدرونه هم لعمرك خير من حملته بطحا كأنهم المجرة حول شمس يشع سناه إرشادا ومصحا رويدك أم معبدا هذا أعيا بوصف كل من نحى فيه منحى لمحته لمحة بل من رأوه كسيف تحت غمده ما تنحى فلم يدرك حقيقته سوى من براه للجمال الصرف صرحا النبي لم يدرك حقيقته سوى من أقامه للجمال الصرف صرحا فيا من لي من لي فمن لي أن أجوب التيه طيا وأقطع نحوه بحرا وندحا فأستلم الندى من راحتيه وأشرب راحه ريا ونشحا لأفضل منه لأفضل منه لم تنح ركاب تنح النوق نحو السوح نحا فتعيا من وجن والشوق يحدو وتذرف من جوى دمعا ونتحا فيا سيدي يا رسول الله يا منجي الورى من كل كرب يا منجي الورى من كل كرب وأشرفهم وأعلى الناس قدحا ألست بخير خلق الله طرا رأت عيناك ذات الله سبحانه فكملكم وقربكم وأدنى وكلمكم كفاحا حين أوحى لغيرك يا كفيل فلا تكلني فقد كل السوى عني وشحا أتيتك ظالما نفسي يا رسول الله أتيتك ظالما نفسي بما في وإذ ظلموا لعل الوزر يمحى وجئت مقصرا وقليل فعل كثير مطالب أرجوك نجحا فأكرم منك لم تسمعه أذن أيا من فقت جود المزن سحا فجاهك واسع واسع ما ضاق يوما ف
فأبدل ضيقنا فرجا وفسحا يا رسول الله جاهك واسع ما ضاق يوما فأبدل ضيقنا يا رسول الله أبدل ضيقنا فرجا وفسحا وهب لي نفحة منكم ووصلا وتوفيقا وإقبالا وفتحا وقل لي صرت يا ابن الجاك أهلا لحضرتنا فطب أهلا ومرحا مدحتك بالقليل أغد عثاري وقل قبل المديح وزدت روحا عليك صلاة ربك مع سلام مدى الأزمان ليلا ثم صبحا وآل ثم أصحاب كرام متى ما أطربت ورقاء دوحا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا شكرا جزيلا دكتور الأمين الجاك وربنا يعني تقبل منك ويستجيب هذه الدعوات. يعني أطربتنا وأهجيتنا بهذه الكلمات والمعاني والدلالات العظيمة حقيقة نحن في حوجة لها وعلي تدبرها في هذه يعني الأيام المباركة بإذن الله. هنكون متواصلين معاكم ضيوفنا الأعزاء وأيضا كل المشاهدين. يعني نقف عند أحداث مهمة جدا في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة, ولكن فاصل قصير ونرجع نتواصل من بعده ثاني في هذه المساحة بمناسبة العام الهجري الجديد. مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل اللي انضموا لمشاهدتنا الان في هذه المساحه اللي خصصناها للحديث عن هجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه. وبقول كل عام وانتم بخير لكل اللي بيشاهدونا الان ولكل اللي انضموا الان لمتابعه هذه المساحه. ونرحب من جديد بضيوفنا داخل الاستوديو دكتور عادل حسن حمزه ودكتور صلاح الدين خنجر دكتور الامين الجاك. ويعني قبل ما نطلع من الفاصل تناولنا يعني جوانب مهمة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الهجرة بالتحديد وكيف كان خلفية اتخاذ القرار والتضييق اللي تم على المسلمين في مكة المكرمة قبل الهجرة. معك دكتور صلاح الدين نتناول يعني أهم المواقف اللي حدثت مباشرة بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وقصة خروجه من مكة ووصوله إلى المدينة, عدد من المشاهد اللي كان رفيق فيها أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. يا سيدي يا رسول الله من لنا سواك نحبه أو نعشره, ولك الملاحة والجمال المطلق وكل روح أنت سر وجوده, وعليه من معنى بهائك رونه رقت حواشي الحسن فيك فأهله قتل هواك وكلهم لك يعشره, من مات في دين الهوى بك صبوة نال الشهادة هو حي يرزق. كتب أحد كتابا سماه الآل والدرر في هجرة سيد البشر, وكلها لآلي ودرر لأنها مرتبطة بالسيد المطاع صلوات ربي وسلامه عليه. ونحمد الله بأن هذه السيرة محفوظة بسندها وإسنادها, الزمان والمكان والمحطات كلها مدونة, ومحطات الهجرة كلها مهمة وكل أحداث وفيها الدروس وفيها العبر. لكن دعني أغف ثلاث وقفات أو أربع باختصار. الوقفة الأولى عند خروجه صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الآكام وإلى الأشجار وإلى الجبال وإلى المعالم وإلى البلد الأمين فتزرب عيناه, أليست يدعو إلى حب الأوطان؟ ومنه صلى الله عليه وسلم نتعلم الأوطان التي أصبحت ضيقة بأهلها, والوطن الحقيقي هو الذي نقيم فيه لله شرعا وأن نقيم فيه عدلا وأن نقيم فيه دولة وأن نتعلق به, دعانا إلى ذلك داعي الدين والشريعة والعقيدة. والله إنك لأحب البغاء إلي, ولولا أن غومك أخرجوني منك ما خرجت,
وبينما تزرب عيناه نزل الأمين جبريل بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا درس مهم جدا في الزمان الذي نعيشه، لأن الوطن لم يعد هو الوطن، وهناك أشياء تقدم أحيانا على المواطن وحقوقها. إذا ارتبطت المسألة بعقيدة ودين فهنا الوطن الضيق يكون واسعا، الدين والبلدة التي أنت فيها. نعم. ننحاز إلى دين الله عز وجل. نعم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. مهما كانت الضغوط على الإنسان، المفارقة الأوطان من أصعب الأشياء على العبد. صعب. نعم. فيكون الشعار المرفوع: ليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين كل العالمين خراب، وإذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. وذا شعار سيدنا موسى عليه السلام: عجلت إليك ربي لترضى، لأجل خاطرك ولأجل رضاك يا الله. المحطة الثانية اللي هي الغار، طبعا غار محدد ونميل إلى جوانب روحية قد نجدها في بعض كتب السير والتاريخ. ومنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، وهناك كثير من العوالم التي شاركت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: الشجرة التي أنبتها الله، الحمامة التي تبيض، وكذلك العنكبوت التي تنسي. ولا أقول خارج النص، الحمامة الذي يوجد في الحرم الآن من نسل الحمامة التي باضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كله على شكل واحد وعلى هيئة واحدة. والإمام الشافعي عنده: من قتل حمامة في الحرم فإنه يفديها بشاة كاملة لأجل جدتها، وهي الحمامة التي باضت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غفل العنكبوت، هذا الخيط الذي نعتبره من أوهن البيوت، حمد به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أسباب مع خوارق العادات. يأتي الكفار إلى فم الغار ويقول سيدنا أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يثبته، يقول: والله لو نظر أحد إلى موضع قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل الإمام العصلاني: والله يا أبا بكر لو جاءونا منها هنا لخرجنا منها هنا. ومع إشارة النبي بالأصبع قال: نظرت إلى الجهة التي أشار إليها رسول الله، فوجدت فيها نهر متصل بالقار، وفي النهر سفينة، وفي السفينة جمع من الجنود لا يعلم عددهم إلا الله. طبعا القرآن يعطينا إشارة وأيده بجنود لم تروها. الجنود المرئية نتحدث عن الشجرة، عن العنكبوت، نتحدث عن الحمام، لكن هناك جنود غير مرئية. لا يمكن أن ننسى سراغ ابن مالك وكذلك أم معبد الخزاعية من ضمن محطات الهجرة وأخذ الدروس والعبر الممزوجة بالمحبة والشوق، وأن الجمادات كلها تتفاعل مع رسول الله. جائزة تقدر بمئة ناقة محملة بالبضائع والأثغال. نعم. لكل من أتى برسول الله حيا أو ميتا على حد قوله. نعم. وحتى ينال صراغ هذه الجائزة ذهب نحن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحب يقولون الدخول في الغار سار عقلنا بخبر يقين عن السغات نقلنا. ولما خرج وهو يلحق برسول الله ساخت غوائم فرسي في الأرض، فجعل ينادي: الأمان الأمان يا رسول الله. نحن الآن في شمس السودان التي لا تقيد أيضا نقول: الأمان الأمان يا رسول الله، لا إله إلا الله الأمان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلطان. وأبو معبد يخرج يبحث ويلتمس بين السهول والجبال والطرقات بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي ينزل عند أم معبد، ويأتي هذا الرجل ويقول: من أين لك باللبن ولا حلوب في البيت والشاة عازل، من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ فتقول بعبارة مختصرة: والله لقد مر بنا رجل مبارك
بن غسين فيقول لها صفي لي هذا الرجل. نعم. وهي الكلمات التي استمعنا إليها من الأخ دكتور الأمين الجاك، فتقول رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه السجلة ولم تزر به الصعلة، وسيم غسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته الصحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقرا أكحل، إن صمت فعليه الوغار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس أبهاه من بعيد وأحلاهم وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر، له رفقاء يحفون به إن تكلم يستمعوا لقوله، وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما وإجلالا، محفود محشود لا مفند ولا عابس. طبعا هي واحدة من ضمن الذين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف البديع يعني، وهذه التفاصيل وهذا السر، وفي معاني حقيقة نحن بنحتاج إنها يعني توضحها لنا. الدكتور عبد الله الطيب شرح هذه الكلمات فيما يزيد على 300 صفحة. سبحان الله. وطبعا هي عبارة عن متون تحتاج إلى شرح. نعم. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب، ومع أنها أوصاف جميلة ونظر إلى أنها كاملة لكن هي لتغريب الأفهام. نعم. وإلا الحبيب المصطفى ما دراه إلا الذي سواه، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. سيدنا أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وكأن الشمس تجري في وجهه، عينه ترمي الغزال والحقل بوسهام نبلا. هي تغريب للأفهام والأذهان. وإلا فالكمال الجمال المحمدي حارت فيه العقول صلوات ربي وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام. نعم. ده موقف أم معبد، ويعني حديث أم معبد. في شنو تاني من المواقف أيضا ممكن نمر عليها قبل وصول للرسول صلى الله عليه وسلم وملاقاته للأنصار وهم في المدينة؟ طبعا شات أم معبد. نعم. أيضا محطة، وكذلك تأمين النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا سراغة، والثعبان الذي كان يمني نفسه برؤية رسول الله. طبعا دخل سيدنا أبو بكر القار قبل النبي وجعل يمزق حتى ملابسه لنصرة وفدائية النبي، ولم يبغى إلا ثقب واحد فوضع رجله على فم الثقب، طبعا الإشارة البعيدة، لدغه هذا الثعبان حتى زرفت عيناه، وهو يخاف على رسول الله أكثر من نفسه. أهل العرفان يقولون هذا الثعبان، لأن الإنسان العادي قد يحمي نفسه. نعم. بالأذكار وبالأوراد وبالحرز. نعم. وبأهل الفضل والصلاح وهو بجوار رسول الله، لكن هذا مخلوق كان يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغ الصديق وزرفت عيناه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. أما سراغ ابن مالك، النبي يخبرنا بالمستقبل ويقول له ارجع ولك سواري كسرى، وده حصل في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب، مع الأخذ بالأسباب في خوارق عادات في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك شاتي أم معبد. يعني قبل الوصف الجميل، طلب النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء من الطعام؟ وأصلا هي امرأة كانت تكرم المسافرين والمحتاجين، وهذه دعوة نستصحب معنا المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أسماء ذات المطاغين، السيدة عائشة وزوجات النبي، وهنا أيضا أم معبد الخزاعية. حتى نقول بأن المرأة حاضرة في هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لو كان عندنا شيء من الطعام لما أحوجناكم، أصلا نحن نجلس في غارعة الطريق لأجل أن نكرم المسافرين. ونظر النبي إلى شاة في الخيمة، وإذا بها هذه الضعيفة لم يطرغها الفحل كما جاء في أوصافها، ودعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها، فتفاجت بين رجليها وحلب النبي صلى الله عليه وسلم. استفيد أيضا بأن العظماء والقادة
يباشرون الأمور الدنيوية بأنفسهم، يحلب شاته، يخصف نعله، يكون في مهنة أهله صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يرى متكبرا ولا مترفعا. فامتلأ الإناء باللبن وشرب العامل الرفيع. طبعا هذا مختلف فيه، هل هو مسلم أم أنه غير مسلم؟ وده يجرون إلى مسألة الاستعانة بالإنسان وهو على غير دين، على غير عقيدته. نعم. وهذه المسألة نحتاج إليها في دروس الهجرة. صحيح. لأن بعض المهوسين دينيا الآن، نعم، تجدهم ما بين تطرف وإرهاب وقلو وتكفير والكافر وإقامة دين الله ودولة رفض كامل الإسلام للآخر، رفض كامل لكل من يعني يعتقد بعقيدة أخرى أو النجاشي أخرى. الذي استجار به الصحابة ما كان على دين، نعم، طبعا نصراني، نعم، لكن مع هذه النصرانية يذهب إلى الحبشة، فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد من الناس. وهذا الرجل على كفره وشركه، النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له اللبن بيده. ولما شرب رسول الله سيدنا أبو بكر عنده برمجة، يعني بالحبيب المصطفى إذا صحت العبارة، يقول شرب رسول الله حتى التويه الذي شرب هو النبي، لكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شرب لأبي بكر الصديق. المحطة من حيث الظرف المكاني لمعبد الخزاعية، نعم، هي طبعا قريبة جدا من المدينة المنورة، نعم، آملين أن تعود هذه الآثار ولو بسوي جديد، نعم، نحافظ عليها. يعني إذا كتمنا هنا خيمة أم معبد، نعم، ما الذي يضر؟ ونحن نحافظ على أثار الملوك وعلى أثار الأمراء وكذلك القادة، نعم، بحضارة مروي والبركل، تاريخ للآباء والأجداد. صحيح. الأولى أن نؤرخ ونحفظ آثار مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعبد مكانا ولا زمانا ولا وسنا. لكن عندما نقول هنا خيمة أم معبد، فنرجع إلى الوراء والتاريخ التالي ونربط ذلك بحاضرنا، بل يمكن أن نستفيد ماديا. صحيح. السياحة الآن، صحيح، الدول تستفيد منها. صحيح. وهي مرتبطة بأشخاص ما يليق ولا يصل إلى مكانة الصحابة أو من هم دونه. نعم. يمكن يعني هي تفاصيل الهجرة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عموم هي يعني لا تختصر، ويمكن حلقات وحلقات ومساحات ما بتكفيها، ولكن نحن يمكن يعني بنحاول ندخل في رهانين نستعرض أهم الأحداث، وهي كلها مهمة في لحظات ودقائق معدودة معاكم مشاهدينا. كمان دايرين نسمع منك دكتور الأمين الجاك إن شاء الله. طيبة ميثاق علي قديم، إذا ذكرت يوما لدي أهيم، وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم. هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوم، ونور الشمس ليس يدوم، هو البحر عم الكائنات بفضله، بساحله كل الكرام تعوم. هو الدهر عم الخلق شامل حكمه، وما عهده في النائبات ذميم. هو العبد عبد الله سيد خلقه، له الكون عبد والزمان خدوم.
هو العبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان خدوم رسول الهدى يا أعظم الناس نائلا ومن جوده في العالمين عميم ومن هو في الدارين خير وسيلة شفيع لدى الرب الكريم كريم تدارك أغثني يا رسول الله تدارك أغثني في أموري فإنني عرفني هموم مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم تدارك أغثنا يا رسول الهدى يا أعظم الناس نائلا ومن جوده في العالمين عميم تدارك أغثنا في الأمور فإننا عرفنا هموم مسهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم ما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار الغيوب عليم بارك على سيدنا محمد. شكرا جزيلا دكتور الأمين الجاك. دكتور عادل يعني تناولنا مع دكتور صلاح الدين يعني مشاهد من خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وصوله إلى المدينة. وصل الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتم استقباله واستقبال حفي من أهلها وأيضا من سبقوه من مهاجرين. أول يعني من شغل به الرسول صلى الله عليه وسلم شنو أول الحاجات اللي يعني وضع يده عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن كمان بنتكلم الآن على توجه إلى تأسيس دولة إسلامية. الحديث يمكن يعني أن يعود إلى حيث يعني بدأت بسؤال عن يعني لماذا الهجرة أو لماذا كانت البداية في مكة ثم الانتقال إلى المدينة. نعم. ولماذا لم تكن البداية في المدينة؟ نعم. حيث الأتباع وحيث الأنصار الذين يعني توفرت كل الأسباب النفسية وتهيئوا بسهولة ويسر لاستقبال الإسلام. نعم. واستقبال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هو التشريع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤسسا له ومبينا له. لأننا يمكن أن نسأل يعني أيضا أو نتساءل في جانب آخر لماذا لم تكن الهجرة كالإسراء والمعراج ولماذا كل هذه المخاوف وهذه الأخطار التي يعني واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق و المهاجرون الذين يعني سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أولئك الذين يعني استضعفوا ومنعتهم الموانع من الخروج قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولحقوا به فيما بعد كل ذلك مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف الهجرة وفي مسار الهجرة وفي طريقها من أولها إلى آخرها مشرعا لهذه الأمة ومقاعدا لقواعد التشريع
التي يجب أن ينظر إليها المسلمون بعين الاعتبار. بخلاف الإسراء والمعراج الذي كان في جزء من الليل، يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووصل صلى الله عليه وسلم إلى أعلى العلا وإلى وجاوز السماوات، كل ذلك كان في بعض ليلة. وكان هذا أيضا من قدرة الله المطلقة أن يحدث في الهجرة، لكن ذكر العلماء أن الهجرة كانت في مقام التشريع، والإسراء والمعراج كان في مقام الحفاوة والتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، مع أن أحداث الهجرة التي استمعنا لبعض تفصيلاتها من الأخ الحبيب الشيخ الدكتور صلاح الخنجر، مع أنها كانت في مقام التشريع، لكن أيضا حفتها تلك المكارم وذلك التكريم الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، فامتزجت الأسباب مع خوارق العادات. من أول يعني بداية الرسالة ومنذ الوهلة الأولى في الدعوة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج وسيخرج من مكة. والقصة مشهورة، يعني لما يعني ذهبت السيدة خديجة الخويلد أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذهبت معه لورقة بن نوفل، ورأت أو أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه ما رأى في غار حراء، فأجابه ورقة بأن الذي رآه هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي سيدنا موسى عليه السلام، وقال له: ليتني كنت فيها جذلا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال له: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا يعني عوديا. ننظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولد في مكة ونشأ في مكة وأوحي إليه في مكة، لكن علم بأنه سيخرج منها في الأيام الأولى يعني دعوته ورسالته. نعم. كذلك علم أنه سيعود إليها في اللحظة أو في الوهلة الأولى للخروج منها، حينما يعني نزل عليه سيدنا جبريل بالآية التي تلاها من الشيخ الخنجر، وهي قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا سيعود إلى مكة، وقد كان معاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعني فاتحا منتصرا في الفتح المبين، ولكن أيضا كانت بعد ذلك العودة إلى المدينة لما خشي الأمصار أن يستقر المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنها هي يعني بلده ووطنه، وأن لا يعود إليهم بعدما يعني رأوا ما رأوا من أنواره صلى الله عليه وسلم وبركاته. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بل المحيا محياكم والممات مماتكم. لذلك كان تأسيس دولة الإسلام كلها في المدينة. نعم. يعني هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجد المسلمون بلاء وابتلاء في مكة، وأن يجدوا يعني تلك المعاناة ويواجهوا تلك المضايق والأخطار والتعذيب، ويعني ما وجدوه يعني في سبيل الإيمان بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف الأمر يعني تماما حينما تمت الهجرة واستقر المقام يعني للمسلمين في المدينة المنورة التي سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت بالمدينة المنورة لأنها تنورت بمجيئه. لحظة دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كما قال سيدنا أنس بن مالك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. لذلك رأى يعني حينما قال أضاء منها كل شيء ما استثنى شيئا، ولذلك يعني كانت الأنوار الحسية والمعنوية لائحة على المدينة. الأنوار المعنوية ذلك النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نور الإسلام، نور الدعوة الذي يعني غذى القلوب وتفتحت به الأفئدة والأفهام والأبصار والبصائر، فبدأ تأسيس دولة الإسلام بتشييد المسجد وببناء المسجد. نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بالأناشيد وبالأهازيج وبالفرح، ما كان استقبالا فاترا ولا صامتا ولا عابسا. نعم. وهذا يعني هذا الحدث يجب أن يكون حاضر في أذهان جميع المسلمين،
حتى يعني نغير يعني تلك الصورة الشائهة التي يحاول البعض أن يظهر بها الإسلام من القتامة، من الكآبة، من تخطيب الوجوه، من الشدة، من العنف. يعني ليس دين الإسلام يعني بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الرسالة، جاء بهذا الدين مجرد يعني وصوله إلى بلد التأسيس وإلى مدينة التأسيس وهي المدينة المنورة، كانت يعني هذه المعاني من الفرح ومن الأهازيج حاضرة في استقباله صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم وبادلهم يعني حبا بحب وشوقا بشوق، ما انتهرهم، ما زجرهم، ما قال لهم هذا الذي جئتموه بدعا أو شركا أو ضلالا، ولم أأتي يعني بهذه التي ينظر إليها بعض الناس باعتبار أنها كأنها مصادمة للدين أو مخالفة لهدي سيد الأنبياء والمرسلين. ده المظهر اللي اختاروا أهل المدينة للاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم بقدومه. واستمر الأمر يعني ما وقف يعني هذا المشهد في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني ندبهم لبناء المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يعمل معهم ويحمل الحجارة على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرتجزون أيضا ويقولون تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدغنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكانوا أيضا يعني يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ويمدون بها أصواتهم يعني كأنهم يرتجزون وكأنهم يعني يقولون هذه الكلمات بما يسمى الآن باللحن. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسمع ويجيب ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وأيضا يمد بها صوته وهكذا. حتى في الغزوات التي يعني تمت بعد ذلك، وحينما يعود النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا يعني في هذه الغزوات، فكان يستقبل أيضا بمثل هذه الأهازيج الفرح. وأقول أن فترة المدينة المنورة حملت هذه المعاني الروحية التي هي الآن أصبحت موروث لأهل الإسلام الأصيل، خاصة في بلادنا هذه السودان، وهم يرتجزون ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبطون بكل المناسبات التي لها ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالهجرة، بالإسراء والمعراج، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحيا فيهم هذه المعاني التي أحياها النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار والمهاجرين. وجاء القرآن الكريم أيضا يعني يتنزل ويمتدح هذه الخصال التي يعني ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار. فنقرأ يعني قول الله عز وجل للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويمتدح الأنصار بقوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة. فامتزجت معنى الصدق والإخلاص والكرم والإيثار، صدق والإخلاص من قبل المهاجرين، الكرم والإيثار من قبل الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم، آخى بين المهاجرين والأنصار. فقامت دولة الإسلام وأسسها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني التي لو رجعنا إليها بعد هذه السنين الطويلة لتغير يعني حال الأمة وحال المسلمين لأحسن الأحوال. سبحان الله، يعني كان هنالك الكثير من المواقف، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع العنصرية اللي كانت موجودة في ذلك الزمان، ويعني حتى التدريج في التعامل مع العبودية، ويعني هذه معاني أيضا ارتبطت بتأسيس الدولة كأنها هي لا يعني لا تتماشى، ودولة متحضرة هنالك فيها يعني المساومة بين الغني والفقير والمساواة في الحقوق وكذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل هذه المعاني يعني بدأ حتى في بداية الدعوة في مكة. نعم، وانتقلت يعني ب خلقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله يعني مع صحابته، مع بلال الذي يعني كان يعني عبدا في مكة صار سيدا. سيدنا عمر يقول بلال يعني أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، رفع إلى هذه الدرجة
بمبادئ الإسلام السمحة وبأخلاقه التي آخذ بينما من كان في الجاهلية عبدا ورفع يعني في الإسلام فصار سيدا يعني يفاخر به الأسلام. لذلك يعني هذه المعاني التي يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني إقامتها بين المسلمين هي المعاني التي تضمن وتكفل لهذه الأمة أن تسود وأن تعود إلى مجدها يعني خاصة ونحن يعني نعايش كثير يعني من التداعي الذي يعني حاط بهذه الأمة. لكن لو رجعت إلى هذه المعاني التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام يعني كما قلت يعني يمكن أن يتغير الحال ويمكن أن يخرج المسلمون من الهجرة النبوية بكثير من الفوائد ويستفيدوا يعني كثير من المواقف التي هي كانت يعني اصلا عبارة عن دروس وعبر باقية يعني باقية ما يعني بقية الحياة. نعم ايضا معك دكتور صلاح الخنجر يعني تناول برضو جانب الإداري للرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل المعطيات في المدينة ويعني تفاصيل أيضا تحتاج إلى تدبر إلى توقف. ومن الأهمية بمكان أن نذكر المسجد نعم. الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله ورضوان نعم. وأن نذكر كذلك الإخاء نعم. المجتمع الآن يعاني من أزمة أخلاقية صحيح. يعني قبل الأزمة السياسية والاقتصادية ونزعنا ما في الصدور من كل إخوانا على سرر متقابلين. من الأهمية بمكان أن نذكر الدستور الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية نعم. هذه دعائم وسوابق ومرتكزات تقوم عليها دولة الإسلام نعم. والمدينة المنورة هي نموذج للدولة الإسلامية نعم. طبعا ما دولة الشعارات والأكاذيب والأساطير لكن دولة بحقها ومستحقها نعم. ومن ضمن بنود الدستور الإسلامي في قوانين غير المسلمين هذه الدولة وسعت حتى اليهودي وكلنا نذكر في السيرة بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير. الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يأخذ بذمتهم أدناهم تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. الآن علينا أن ننظر إلى حال الأمة الإسلامية وأن ننظر إلى الدولة الإسلامية وأن ننظر إلى عالمنا الإسلامي. والبعض يتشدق بأن القرآن والسنة لا يصلحان لإقامة دولة. رسالة ابن أبي زيد الغيرواني يمكن أن نقيم بها دولة عادلة. والمدينة المنورة حتى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضرب المثل في العدالة والقيم والإدارة والزهد والتفاني وحب الخير للآخرين. لسنا بعيدين من مندوب كسرى الذي أرسل لأجل أن ينظر في حال أمير المؤمنين لا. سيدنا عمر لا. وهذا الرجل يسأل أين أمير المؤمنين وأين غصر أمير المؤمنين فقيل له أمير المؤمنين خارج المدينة بلا غصر بلا جنود جالس تحت ظل شجرة تحت عباءة بالية. فالرجل جعل يحد النظر في سيدنا عمر. طبعا هذه رسالة توجه إلى كل غايد وإلى كل حاكم في عالمنا الإسلامي. قال له كلمات: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. وهذا الكلام ترجمه شاعر النيل حافظ إبراهيم يقول: وراع صاحب كسرى لما رأى عمرا بين الرعية وهو راعيها وعهده بملوك الفرس إن لها سورا من الجند والأحراس تحميها رآه مستغرقا في نومة فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق السرى تحت ظل الروح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عين ما كان ينظر من الأكاسر والدنيا بما فيها وغال غولة حق أصبحت مثلا والجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أغمت العدل بينهم فنمت نوم غرير العين هانيها. إذا كانت النهاية المدينة المنورة وهي نموذج لدولة الإسلام دولة الإسلام المدنية الشرعية الدينية تحتاج في المقام الأول إلى قيادة جيدة صحيح. والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يأتي الصحابة ويشكون الجوع وما من أحد إلا وربط
حجر في بطنه. نعم. هنا نجد القيادة، كشف النبي عن بطنه فوجدوا فيها حجرين، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدب. ولا يمكن أن نتحدث عن القيادة الجيدة بمعزل عن العنصر البشري. الآن الحديث كله عن الحكام وعن العدالة، هذا شيء مهم وجميل أن يذكر به، لكن العدالة التي يلزم بها الحاكم يلزم بها أيضا المحكوم. والحاكم يأتي على مستوى البشر، العنصر البشري، وعن هو ما من الجن ولا حينزل من السماء، يعني هو من بين بني البشر يخرج هذا الحاكم. يأتي أحد بجرة فيها ذهب خالص إلى سيدنا عمر، وسيدنا عمر يسجد شكرا لله عز وجل، فيقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يرد الأمانات إلى أهلها. قال له: لأنك يا أمير المؤمنين إذا سرغت سرغنا، وعدلت فعدلنا. فدي هي القيادة اللي مربوطة بالعنصر البشري. ولا ننسى أيضا الأسواق، يعني ما يكون الحديث عن الجانب الروحي والتوكل على الله والأرزاق، كما أقام النبي دولة الإسلام في المسجد. نعم. وأيضا نظم الأسواق، والآن المجتمع المسلم يؤتى من قبل السوق. صحيح. الاحتكار، الاقتصاد، الربا. نعم. الاقتصاد المنهار لا يقيم دولة. صحيح. ومن لا يملك قوته لا يملك قراره. نعم. يعني الدولة الإسلامية، نحن ما نتحدث عن السودان ولا مصر أو غيرها، دولة إسلامية بمعنى إسلامية لابد أن تكون قوية وأن تكون مكتفية ذاتيا. صحيح. ومن أول السورة التي أنزلها الله على رسول الله سورة المطففين، حتى نقيم بين الناس وزنا وعدلا وكيلا. نعم. الآن المصلي في الصف الأول هو المحتكر لهذه السلع. الآن من يأتي من الحج والعمرة هو الذي يتعامل بالربا، وده هو اللي يخزن السلع التي يحتاج إليها المواطن. وأصبح الدين عندنا من زاوية، والدولة كذلك من زاوية. والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل الله التوفيق والسداد. ومش خارج النص أقول في بداية العام الهجري نحن متفائلون، والأمة الإسلامية أيضا يحزوها التفاؤل وكذلك النظر المستقبلية، وعلينا أن نجد أكثر وأن نربط أحداث الهجرة بحياتنا العامة، وأن نرتبط برسول الله عقيدة وشريعة وأخلاقا، وحياتنا كلها برسول الله شعرا ومدحا ونصرا. عليه الصلاة والسلام. شكرا لك دكتور صلاح الخنجر. دكتور عادل، يعني نحن في ختام هذه المساحة وفي بداية عام هجري جديد، داردين دعوة، يعني نأمن معك وكل المشاهدين، عسى الله سبحانه وتعالى يعني يبدل حال هذه الأمة إلى حال أفضل بإذن الله. اللهم لك الحمد يا ربنا كما يليق بجلال وجهك الكريم وسلطانك العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستزغى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. اللهم زدنا حبا في حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا إياه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك واقطعنا عن كل شيء سواك. اللهم أملأ قلوبنا من حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، نتوسل إليك اللهم بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والسامعين مطلبه ومناه. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح الرعاة وأصلح الرعية،
اللهم بدل حالنا في هذا العام إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين، واجعل هذا العام عام خير ورحمة وبركة يا رب العالمين علينا ولا وعلى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هيئ لها وقيض لها أمر خير وأمر رشد يعز فيه الأولياء ويهدى فيه العصاة والأعداء يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء، وارفع عنا البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقض حوائجنا وحوائج المسلمين جميعا يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. شكرا جزيلا، تقبل الله منا ومنكم. دكتور عادل حسن حمزة، شكرا جزيلا على وجودك معنا وهذه الدعوات، ربنا يتقبل بإذن الله ويستجيب. دكتور صلاح الدين الخنجة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، كتر خيرك. وأيضا يعني شكرا جزيلا دكتور الأمين الجاك المنشد، كان يعني رفيقنا في هذه المساحة وقدمت لنا يعني أجمل المعاني وأعطر الكلمات في يعني ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف من الهجرة. بنشكرك ودارين منك أيضا مساحة أخيرة، ويعني شودة أخيرة نهديها لكل المشاهدين ونعيد لهم بها بمناسبة العام الهجري الجديد، ويعني يعني مواقف جميلة عشناها في هذه المساحة ونحن بنسترجع مشاهد من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. جزيلا جزاكم الله خير، كل عام والجميع بخير. أنت بخير، بارك الله فيك. نختم إن شاء الله بقصيدة الجذع قد طلبت منا، الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أبدي المنبر. العلماء يعلمون ذلك وكل الأمة المحمدية. لله جذع مغرم وجزوع، نالت به شرف الجنان جزوع، عليك حاله في فراق أحبة، لكنني مع بعدهم مقطوع. واختار باقية على الدنيا، وها أنا ذا بسم غرامها ملسوع. يا جذع من أولى وأحرى بالبكاء، فلئن هجرت فإنني ممنوع. ما زادهاك فكدت شوقا تصطلي، من نار بين قد شواك ولوع، فغدوت مثل النوق تبكي عندما لفت الصحاب حنينك المسموع. قل لي بربك ما رأيت بسيدي لما جرت من مغلتيك دموع. أشممت مسكا ضاع من أنفاسه، فغدا شذا ذاك الغرام يضوع. أسباك طرف أكحل ومزجج، أم ذاك ثغر واسع وضليع. أقام شوقك يا جذع، أقام شوقك، ثم لم يقعده منك جماله وقوامه المرفوع. أم أنه قطع الحشا لما مشى، فغدوت تشكو هجره وتذيع أمشاقك الوجه الملثم بالضياء، والنور يخرج منه وهو سطوع.
أمشاغك الوجه الملثم بالضياء والنور يخرج منه وهو سطوع فكأن طلعته إذا اعتجر العمامة بدر تم تم منه طلوع النبي كأن طلعته إذا لبس العمامة بدر تم تم منه طلوع وإذا توسط للصحاب فظاهر النبي ظاهر بوضاءة وعلى الجميع خشوع من هيبة لجلاله ومن البهاء زان المهابة ثوبه المرقوع وإذا تكلم إذا تكلم النبي إذا تكلم بانا بين مفلج نور وقول جامع وبديع متكفئا في غير تيه إن مشى فالخطو منه محكم ودريع متواضع رقع الثياب ونعله لم يخلو منه الخصف والترقيع يرعى كما يعلو ويعلف دابة يمشي ويشري تارة ويبيع ويجالس الفقراء والصبيان والمرضى يشيع إن دعا التشيع ما عاب قط مجالسيه ولم يرى فعل له مستنكر وصنيع وتورمت قدماه فاشتكت الدجا شكرا يناجي والأنام هجوع الشهر والشهران لم توقد له نار النبي لا توقد له نار فيعصب إن توالى الجوع وهو الذي رفض الدنا وقد ارتضى عيش الكفاف يقات ثم يجيع النبي يجيع يا ليتني جذع كنت لحاك لما ضمكم صدر هناك وكيع طالله تلك لضمة لو نالها إبليس ذاك لآب وهو مطيع ما أنت وحدك يا جذيع من اكتوى بلظى الفراق وكاد منه يضيع هذا الذي فجع الصحابة فقده فبكاه جهرا شائب ورضيع وعلى الحنين وناح من فوق الثرى والكل من هول النبى مفزوع حتى احتواهم نور طه وضمهم فانفض روع واطمأنا مروع لما سرى النور البشير مبشرا ما الموت إلا نقلة ورجوع فحياته خير كذاك مماته خير فلم يسقط به تشريع النبي حي النبي حي شهيد قائم في قبره يرقى ويقري مبصر وسميع فرط ليفرح إن رأى حسنا ويمحو كل فعل شان وهو شنيع
سنتك الجليلة لم تزل شرع الهوى بك كم يلوذ وجيع ما بالعجيب وقد حرمت وصال من تهوى إذا أبكى الفؤاد ودوع فالنوح معهود لدى أهل الهوى عند النوى ما بالبكى تشنيع هذا الذي لم تحتمل أنواره صم الجبال تلين ثم تطيع هذا محمد هذا محمد خير من حمدت له شيب حسان كلها تشريع شرفت بمقدمه وطابت طيبة طابت طيبة وتعطرت مذحل فيها ربوع